2-0 السد او 1-0 على اسد اكرم عندري. بغداد الجمله منه. والله خلنا نروح لخالد تعادل سلبي او حسن 1-0 السد. ويا حسن وسام 1 اكرم ان شاء الله. عبد العزيز والأول لكرة القدم الآسيوية والعربية في 2011 قبل أن يأتي نادي العين بعد ذلك ويصل للمباراة النهائية بانتظار صافرة حكم المواجهة. والحديث هنا عن الأوزبكي فالنتين كوبالينكو رجل صاحب الأربعة والأروج بأقل الأضرار أو أقل الأخطاء التحكيمية. صافرة البداية يطلقها فالنتين كوبالينكو الأوزبكي هنا في ملعب فهد. اللعب صالح العباس، العباس بتمريرة الكرة بعد ذلك مثالية لمصلحة نادي النصر في منطقة الجزاء، لكن تصطدم خطيرة جدا المحاولة الماضية لكن اصطدمت. واجهة من خلال هذا اللقاء النصر يبحث عن أول الأهداف، كرة داخل المنطقة خطيرة ملعوبة لكن تصدي وإبعاد الكوري الجنوبي وو يونغ يبعد الكرة إلى انتصار هنا في ملعبه وفي استاد الملك فهد برباعية. كرة بمحاولة مرتدة سريعة الآن الدوسري يبحث عن نور الدين مرابط يلعب الكرة وصلت إلى صالح عباس يسدد. خطيرة جدا يبحث عن من في الجهات اليمنى السلطان يتقدم نور الدين يتوغل عرضية في منطقة الجزاء ولكن بعد ذلك الإبعاد الضليعة الكرة بركلة ركنية. هذه الكرة المرتدة لنادي النصر سريعة جدا الدوسري السلام يا عبد الرحمن لعب الكرة بعد ذلك لصالح العباس. صالح العباس كاد أن يعني يترك بصمة قبل البحث دائما وابدا عن من عن كرة في منطقة الجزاء عرضية تأتي بيدرو في المكان المناسب. بيدرو في المكان المناسب يبعد الكرة في الميدان. الوضعية تحتاج الآن كما هم يتوقعون إلى تشجيع إلى مساندة إلى هتافات إلى صرخات بأنه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب لكن صوتهم مسموع في المباراة. كرة بمحاولة برت من أمام الجميع عادت بأقدام الإسباني جابي الوافد في الموسم الماضي من أتلتيك مدريد عرضية في المنطقة بيدرو لكن صافرة وخطأ. صافرة نادي النصر الآن رحلة البحث مرة أخرى من أجل العودة إلى أجواء العالمية. كرة في منطقة الجزاء يأتي وإبعاد من بيدرو إلى خارج أرضية الملعب المنتظرة خلال بقية أحداث المواجهة للسد واحدة من أبي أقدام أكرم تمريرة تصل إلى عبد الكريم عرضية على مشاري في المنطقة خطورة في الكرة محاولة تأتي السد وفي ملاعب الرياض يستأسد من جديد آلي يسجل. قلت الخطورة جاية 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 وبأقدام علي أسد تهتز شباك براد جونز أول أهداف اللقاء أول أهداف سجل ويتقدم الزعيم السداوي الآن بلعب في الجهات اليمنى نور الدين مرابط لكن طارق سلمان في المكان المناسب عبد الكريم أيضا من أجل التغطية طارق سلمان ونور ينجح نور الدين مرابط في المرور المحاولة مستمرة والكرة بعد ذلك تأتي خطيرة جدا خطيرة جدا محاولة لكن الله على المرور الله على نور يا سلام يا سلام من نور الدين مرابط عرضية في منطقة الجزاء واستلام فهد لجمع يبحث من خلاله جمهوره بأن يعود بأن يعود بالكرة عن طريق اللاعب نور الدين مرابط في منطقة الجزاء. نور الدين يبحث المرور نور الدين يتقدم خطيرة المحاولة لمصلحة نادي النصر والتسديدة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب غريبة الإصلاة انطلاقة لمصلحة نادي النصر على مستوى التغطية هنالك أبو علام كرة عرضية في منطقة الجزاء لكن تعود بعد ذلك مرتدة في الجانب المقابل سريعة لمصلحة نادي النصر على مشارف في المنطقة محاولة مرور وصلت إلى نور الدين سهلة جدا تسديدة مرابط في أحضان حالة في منافسات دوري أبطال آسيا. كرة بمحاولة جوليانو الآن سعد في المرمى جوليانو يسدد خطيرة ملعوبة سعد في المكان المناسب
السعد يتصدى ويبعد الكرة. حراس المرمى بحكم أن التوقع سيكون بالذهاب إلى المكان الذي يتواجد خلف الحائط البشري في منطقة الجزاء. التقدم يا عبد الرحمن يسجل النصر التعادل الآن، يسجل النصر التعادل الآن لتعود مدرجات ملعب المواجهة للاشتعال. واحد 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 واحد، هدف التعادل يأتي لمصلحة وجود الخطأ في اللقطة الماضية، سقوط بعد ذلك من علي أسد وصافرة حكم المباراة كوفالينكو تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل إيجابي ما بين الطرفين. سيحين متابعينا مشاهدي قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم، معاودة مجددة تجمعني وإياكم. وصلت عن طريق اللاعب أكرم عفيف، أكرم في منطقة الجزاء يعيد المحاولة الآن لمصلحة نادي السد، تسديدة تأتي لكن إلى خارج. أكرم عفيف، عبد الكريم ينطلق، عفيف يحاول المرور، يمرره، الله 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 إلى خارج أرضية الميدان. في لقاءات عديدة تكررت، هنا محاولة، هنا كرة، هنا أكرمه إلى خارج. إلدر كريستيفاو، كرة بمحاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، تسديدة تأتي خطيرة جدا خطيرة جدا، لكن براد جونز في المكان المناسب. جمهور النصر في مدرجات ملعب المواجهة بكرة، محاولة خطيرة خطيرة جدا، الكرة الماضية من صالح العباس. في نسخة دوري أبطال آسيا الحديثة التي بدأت في 2003، كرة بمحاولة خطيرة، مصلحة نادي النصر الآن عن طريق جوليانو، عرضية في الجهات اليسرى، محاولة تأتي وتسديدة خطيرة خطيرة، لا زالت لكن طارق في المكان المناسب، طارق في المكان المناسب. أوه يا أكرم، الله يا أكرم، هذه الكرة، هذه المحاولة بعيد جدا عن حكام آخرين في أماكن أخرى ممكن أيضا أن يتخذ قرارا آخر. حث عن تقدم، يلعب كرة تصل إلى جوليانو، محاولة جوليانو، تسديدة قوية جدا إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة جدا محاولة جودف لجوليانو، كرة تصل إلى علي أسد، علي في الجهات اليمنى إلى حسن الهيدوس، عرضية من حسن إلى أكرم عفيف، لا وجود للخطأ، يشير الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو إلى استمرارية اللعب، تعود في الجانب المقابل مرتدة سريعة، وصلت إلى من؟ وصلت إلى خوخي. أربعة أهداف مقابل هدف واحد. يوم الخميس القادم السد سيكون في ثاني مبارياته على مستوى منافسات دوري نجوم كيوم بكرة بمحاولة خطيرة، وهدف يأتي، هدف التقدم لمصلحة نادي النصر الآن، خطيرة كانت منذ البداية، والعرضية بعد ذلك على رأس المتألق دائما في آسيا جوليانو، جوليانو يضع كرة في شباك السد ويتقدم بكرة رأسية في مرمى سعد الدوسري لمصلحة نادي النصر الآن بهدفين مقابل هدف واحد، 2-1 لمصلحة النصر، 2 قلب الطاولة العالمي وفي أرضية ميدانه ما بين جماهيره، نجح في أن يعود للمباراة وأن يسجل. هذه كرة ملعوبة بشكل مثالي جدا، ثم بعد ذلك عرضية من نور الدين مرابط ورأسية بعد ذلك عند جوليانو الذي يضع كرة في المرمى ليتقدم نادي النصر الآن بهدفين. شوف الكرة، شوف التغطية، وشوف الرأسية، أوه يا جوليانو، الله الله، قبل ذلك كرة بشكل مثالي جدا، يبدو من البديل فراس البريكان. المباراة الأول نور الدين مرابط، كرة بمحاولة نصراوية داخل منطقة الجزاء، جوليانو من أجل أخرى، جوليانو من أجل ضربة إلى الانتصار بهدف مقابل لا شيء في مباراته القادمة في ملعب جاسم محمد. كرة بتسديدة قوية تأتي وسعد إلى خارج أرضية الملعب، إلى أكرم عفيف أمامية، من أكرم إلى بغداد بنجاح، إلى كرة تصل عن طريق حسن الهيدوس إلى بغداد في منطقة الجزاء، ضع كرة في مرمى سعد ليتقدم النصر بهدفين مقابل هدف واحد. تعظيم سلام بالنسبة لنادي السد، ربما آخر المحاولات هنا في هذه المباراة، الشوط أول في العاصمة الرياض، كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا اصطدمت، لازالت مستمرة، صافرة تأتي، والخطأ على بيدرو. آخر محاولات نادي السد في هذه المواجهة، محاولة ملعوبة وتسديدة وين؟ بعيدة تماما عن المرمى إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى عند براد جونز، أعتقد معها تنتهي كل أمال السد من أجل الوصول إلى التعادل، لأن حكم المباراة فالنتين كوفالينكو
يعلن نهاية هذه المواجهة بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب